خبر مهم جدا وخاص بعيد الأضحى، ودايما لما بنيجي يعني نكون على قرب من عيد الأضحى بيبقى فيه استعدادات مهمة جدا، وخاصة من وزارة الزراعة. استعدادا للأضحى، الزراعة توافق على استيراد 166 ألف رأس أغنام وماشية، وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة على استيراد 96500 رأس عجل بقري، منهم الشقيقة بالإضافة إلى 44000 رأس عجل بقري و 52500 رأس بغرض الذبح الفوري من دولة السودان للتربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء. يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عمل توازن بالأسواق في الأسعار سواء كانت رؤوس حية أو لحوم حمراء. كما وافقت اللجنة على استيراد 70000 رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، ومنهم 25000 من دولة السودان الشقيقة و45000 من دول أخرى، بالإضافة إلى 7000 رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالمي والعالي من اللحوم والألبان بنسبة 6500 طن من اللحوم المصنعة. حقيقة ده خبر مهم جدا، ويعني بينوم على اهتمام دايما وزارة الزراعة يعني مثل هذه المناسبات اللي ممكن دايما طول الوقت بيبقى عندنا شغف وفي إقبال شديد جدا على الأضحية، ولما بيبقى فيه دايما مناسبة زي عيد الأضحى بنلاقي فيه استعدادات كبيرة جدا وفي تأمين وفي رقابة شديدة جدا. خلينا نستقبل اتصال تليفوني وهيكون تعليقا على هذا الخبر معانا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا استاذ دينا. صباح النور استاذ اسراء. كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله عيد اضحى مبارك وكل يوم مبارك يا رب. اهلا بحضرتك يا دكتور، واحنا كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين في كل مكان طيبين. تعليق حضرتك على الخبر واستعدادنا واستعداد وزاره الزراعه لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتوفير الكميات المناسبه والمختلفه كمان من الاضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله معالي وزير الزراعه السيد القصير كلف اللجنه الاستيراديه المشكله بقرار دوله رئيس الوزراء رقم 20. دكتور طارق الصوت عندنا مش مسموع. دكتور طارق لسه معانا؟ طيب احنا هنحاول نتواصل مع دكتور طارق. انا برضو دينا بشوف ان الموضوع بيختلف فعلا من شخص للتاني، في ناس بتفضل انواع معينة من اللحوم، في ناس بتفضل مثلا الضاني، في ناس بتفضل اللي بيقولوا عليه اللي هو الشمبري او اللحم الجاموسي او البقري، ايا كان النوعية اللي انت بتفضلها او الاضحية اللي انت حابب تقدمها لرب العالمين ربنا يتقبل، لازم تنتقي وتكون واثق جدا من المصدر اللي بتشتري منه. دكتور طارق سليمان رجع لنا مرة تانية. دكتور طارق اهلا بيك مره ثانيه، اتفضل. اهلا بحضرتك. بقول معالي وزير الزراعه السيد القصير كلف اللجنه الافتراضيه المشكله بقرار دوله رئيس الوزراء 2030 لسنه 18 برئاسه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه بدراسه الوضع الراهن من ناحيه توافر كميات اللحوم واعداد رؤوس الماشيه اللازمه سواء كان العيد الاضحى او سواء كان للوقت عموما، ونشوف مدى احتياجنا للحوم. طبعا حضرتك احنا عندنا الحمد لله قواعد بيانات الكترونيه بتدعم كتير وبتسهل من اتخاذ القرارات السليمه والمناسبه، بنبقى عارفين احتياجاتنا ايه وانتاجنا ايه وبنقدر نحدد بالظبط مدى احتياجاتنا من خلال. وتم الموافقه على استيراد 52500 رأس عجول بقري للذبيح الفوري من دولة السودان الشقيقة، مع استيراد 44000 رأس برضه للذبيح الفوري من دول للتربية والتسمين من دول أخرى، يبقى كده الإجمالي 96500 رأس، منهم 52500 ذبيح فوري من دولة السودان الشقيقة و44000 للتسمين والتربيه من دول اخرى، بالاضافه الى الموافقه على 70000 راس من الاغنام، منهم فقط 25000 برضه من دوله السودان الشقيقه و45000 من دول اخرى، وكمان 6800 من مصنعات اللحوم
مع 7000 راس من معز البور. عايز اقول لحضرتك ان هذه الموافقات او الطلبات بتغطي كافه الرغبات والاحتياجات لتغطي السوق المصري ان شاء الله. وزي ما احنا عهدنا الشعب المصري العظيم دايما لا تعطيش ولا اغراق للسوق، ودايما بيكون في توازن في الكميات وثبات ان شاء الله، توازن في الاسعار واستقرار في الاسعار. ممكن احنا شفنا كده زي ما تابعنا السنه اللي فاتت في الظل وفي مواجهه جائحه كورونا، وشفنا بالانتاج قد ايه كان في ثبات في الوقت اللي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من مشكلات تتعلق بنقص المواد الغذائيه او تذبذب او ارتفاع مبالغ فيه جنوني في الاسعار. الحمد لله احنا ما كانش عندنا كده خالص يمكن على مستوى العالم. دكتور طارق، يمكن احنا يعني بنقدم تحيه خاصه جدا لحضرتك ولكل العاملين في هذا القطاع، القطاع الزراعي اللي بيقوموا بمجهود كبير جدا. وزي ما حضرتك شرحت ووضحت نقطه مهمه جدا، وهي ان الجهود دي كلها لما بتتضافر بتاتي بثمارها على المواطن في توفير الاسعار اللي بتبقى في هذه المناسبات بشكل خاص، اسعار ممكن تصل الى الجنونيه بسبب جشع التجار. ولكن جهود وزاره الزراعه الكبيره جدا اللي بنشوفها بتخلي في خفض في الاسعار الكبير اللي بيقفل اي باب على اي تاجر ممكن تسول ليه نفسه ان هو يلعب في الاسعار. ولكن من هنا انا عايزه اسال حضرتك على الكم الكبير اللي احنا شايفينه والعدد الكبير من رؤوس الماشيه والاغنام اللي ان شاء الله هيكون متوافر قبل العيد. ليه تم اختيار دولة السودان؟ اشمعنى دولة السودان؟ وده من هنا انا حابة كمان اطمن كل المواطنين اللي حابين ان هم يكونوا هينتقوا هذه الاضحية. لا، انا عايز اقول لحضرتك يا دولة السودان طبعا بيربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة على مر العصور، وهي دولة شقيقة. زاد ان كافة اللحوم التي ترد الى البلاد سواء كانت حية رؤوس حية سواء كانت مذبوحة مجمدة او مصنعات لحوم بتخضع لكافة الفحوصات اللازمه المحجريه والبيطريه والصحيه اللازمه، ولا يسمح بدخول كيلو جرام واحد من اللحوم او راس واحده من الماشيه الا وبعد الاستوصاك التام من كافه الجهات والهيئه العامه للخدمات البيطريه بخلوها تماما من اي مشكلات صحيه. وبالتالي هو بيتم اولا، ودوت لا نقاش فيه، بيتم اولا التاكد والاستوصاك من بلد المنشا اللي بيجي منها الى الحيوان او اللحوم، وبيتم اجراء كافه الفحوصات والتحاليل على هذه اللحوم. وعايز اقول لحضرتك برضه يمكن كمان من خلال منبر حضرتك الاعلام، انا بوجه كل الشكر للاخوه المربيين والمنتجين اللي هم سطروا ملحمه مصريه وطنيه. لما شفنا السنه اللي فاتت لما كان العديد توقع من الدول الخارجيه توقع ارتفاع جنوني عندنا في اسعار اللحوم، وتوقع انخفاض كبير في كميات اللحوم ورؤوس الماشيه، الا انهم تحدوا جائحه كورونا وزادوا وحافظوا على انتاجيتهم. يمكن كمان لما احنا في بدايه السنه توقعنا ان انتاجنا يبقى 52% ونستورد من الخارج ما يسد احتياجاتنا 48%، على اخر السنه رغم ما كان فيها من جائحه كورونا لقينا ان انتاجنا الحمد لله زاد ل 58%، وقلت وارداتنا وقلت الفاتوره اللي بندفعها في وارداتنا الى 42% فقط بدل من 48%. ثاني اؤكد، لا نستورد راس ماشيه واحده ولا كيلو جرام واحد من الحب الا اذا كان في احتياج، لو لنحافظ على المنتج والمنتج المحلي ولا نعمل اغراق السوق. تمام. دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا ليك، وأنا مبسوطة بالرسالة دي والطمأنينة اللي حضرتك وجهتها للسادة المشاهدين، عشان كل الناس اللي حابة تشتري أضحية أيا كانت تبقى مطمنة. صحيح البلدي يوكل، وصحيح إن احنا اللحوم بتاعتنا طبعا مع احترامي الشديد طبعا طبعا لدولتنا الشقيقة السودان، ولكن احنا يقول لك المرعى بتاعنا مرعى أهل بلدي، لكن كمان اللحوم من السودان طول عمرنا متعودين إن في تعاون ما بيننا كبير وعريق تحديدا في مجال الثروة الحيوانية، لان هم ما شاء الله تبارك الله يعني حدث ولا حرج عن المساحات والاعلاف وحتى النوعية والفصيلة الخاصة بالماشية بتاعتهم بيبقى ليها طعم ومذاق مختلف. فعشان كده اطمنوا لو حد حابب يتعاون مع اي منفذ بيبيع هذه اللحوم المستوردة ياكل وهو مطمن طالما تابعة لوزارة الزراعة.